رئيس الوزراء يتابع المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مظاهرات أمام البرلمان التونسي للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي. والرئيس الإيطالي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد قبول استقالة كونتي. السادسة مساءً الرابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دينا زهرة. أهلا بك دينا. أهلا بك شادي، وأهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في البدء بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة المشروع، أشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلف بالبدء في تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2019، وتم البدء في عدد معين من القرى خاصة القرى الأكثر فقرا، وما تم حصره والوصول إلى أكثر من 1000 تجمع ريفي. أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 2904، هو الإفراج الشرطي عن 118 من النزلاء، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس السيسي وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 69. بين هؤلاء والحرية دقائق معدودات تستغرقها الإجراءات النهائية التي يقوم بها قطاع السجون لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لعام 2021 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، حيث انتهت لجان الفحص المشكلة من قطاع السجون إلى الإفراج بالعفو عن 2904 من النزلاء والإفراج الشرطي عن 118. نظن عفو، فأنا مبسوطة قوي وفرحانة عشان أطلع لعيالي، وبقول كل سنة طيبين لعيد الشرطة إن هو خلينا نطلع عفو. وانا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل سنه وانتم طيبين بقى الشرطه، ومبسوطين ان احنا خارجين في العفو يعني. ويعد الافراج بالعفو والشرطي احد محاور السياسه العقابيه الحديثه التي تنتهجها وزاره الداخليه تجاه النزلاء، وهو التوسع في تطبيق سياسه العفو والشرطي على من تنطبق عليهم الشروط من النزلاء بعد تأهيلهم وإصلاحهم حتى يتمكنوا من بدء مسيرة جديدة في حياتهم تعتمد على ما تعلموه داخل السجون من حرف وما قدم لهم من رعاية تعليمية واجتماعية. أنا الحمد لله أنا تعلمت الحلاقة يعني، واشتغلت حلاقة يعني، وهشتغل برا إن شاء الله لما أخرج حلاقة يعني بإذن الله. تعلمت خياطة والحمد لله برا أطلع أشتغل. أنا تعبت، كنت فيا وقت كنت كانوا بيطلعوني عادي أكشف مشي، وكانوا بيكشفوا بيدوني الدواء من عندهم والعلاج وكده. خطوات يخطوها المفرج عنهم يجتازون بها أسوار السجن في طريقهم إلى خارجه، حيث الفرصة الجديدة التي أتيحت لهم بهذا العفو الرئاسي، معبرين عن فرحتهم الكبيرة وتقديرهم لما لمسوه خلال فترة العقوبة من رعاية إنسانية واجتماعية وصحية وتأهيلية تراعي قيم ومعايير حقوق الإنسان. توقع أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 4.5% في عام 2021 رغم ما خلفته أزمة كورونا من تبعات اقتصادية واجتماعية مدمرة حول العالم. قال تقرير أفاق النمو الاقتصادي لعام 2021 أن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعافي قوي على مستوى الطلب المحلي وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
على العكس من التوقعات المتشائمة تجاه تعافي الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، يتصدر الاقتصاد المصري قائمة الاقتصادات الإفريقية الأكثر نمواً في 2021، مدعوماً بتعافي قوي على مستوى الطلب المحلي، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي في 2021. التقرير توقع أيضا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ستصل إلى 4.5% في 2021، رغم ما خلفته جائحة كورونا من تبعات اقتصادية واجتماعية مدمرة حول العالم. وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في تطبيق هذه الإجراءات، ما أسهم في زيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وأسعار السلع. وعلى المستوى العالمي، فإن التقرير يحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة كورونا ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة، ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمي. ويشير التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية في 2009. ويحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر ب 4.7% سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020. ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن العالم لا يزال يشهد أسوأ أزمة صحية واقتصادية خلال 90 عاما، مذكرا بضرورة الاستثمار في مستقبل شامل ومستدام تقوده سياسات ذكية واستثمارات مؤثرة ونظام متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفاعلية. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها تحقيق المساواة بين الجنسين. وخلال كلمتها في جلسة المساواة بين الجنسين وسياسات التعافي والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2021، قالت المشاط إنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراء خلال جائحة كورونا، وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. تظاهر محتجون تونسيون أمام مقر البرلمان بالتزامن مع جلسة التصويت على تعديل وزاري في حكومة هشام المشيشي. قامت قوات الأمن التونسية بإغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان، فيما تمكن بعض المحتجين من اجتياز الحاجز الأمني المفروض حول البرلمان للوصول إلى ساحة باردو المحاذية له. هذا ورفع المحتجون شعارات تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وكذلك رفضهم للمنظومة السياسية برمتها، وشعارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية. دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أعضاء مجلس النواب لتوقيع عريضة لسحب الثقة من حكومة المشيشي. وخلال مؤتمر صحفي أعلنت موسي تأييد الاحتجاجات في أنحاء تونس معربة عن رفضها لجميع أشكال العنف.
ويواصل البرلمان التونسي إذن جلسته العامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري الذي أدخل على حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي أجراه قبل نحو أسبوعين. يواجه التعديل الوزاري اختبارا صعبا، وذلك بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، كما لوح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحوا الثقة في البرلمان. واتهمت كتل برلمانية رئيس الوزراء بتعزيز الحكومة بمن وصفتهم بالفاسدين نزولا على رغبة أطراف سياسية تدعمه. من الرافضين لهذا التعديل الحكومي المقترح داخل البرلمان كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحزب الدستوري الحر. وفي كلمته أمام البرلمان شدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على ضرورة إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن. اعترف المشيشي بأن الأوضاع السياسية في تونس مضطربة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة للضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلاد. أعود إذن إلى هذا المجلس لإدخال تعديلات على التركيبة الحكومية بهدف إضفاء أكثر نجاعة وفاعلية والترفيع في الكفاءة والأداء. في الفترة القصيرة الماضية تعاملنا مع كل مؤسسات الدولة بمرونة واحترام، وذلك لأنني شخصياً أؤمن بالدولة وبمؤسساتها وأعتمد على التشاركية كمبدأ وطريقة عمل. أؤمن أن اختلافنا هو نقطة قوة، ولا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال نقطة ضعف تشتتنا وتبرر الإقصاء والاستئصال، فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن. وسط شد وجذب اتجاه التعديل الحكومي الأخير في تونس، وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لاذعة إلى حكومة هشام المشيشي، متهما إياها بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي شملت 11 وزيرا من إجمالي 26. وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي زاد الرئيس التونسي من تحديه للتعديلات، قائلا إن من تعلقت به شبهات فساد أو ملفات تضارب مصالح لن يؤدي اليمين أمامه، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع. يأتي هذا في أعقاب دعوة الحزب الدستوري الحر إلى سحب الثقة من حكومة المشيشي واختيار بديل لا يكون غير خاضع لإرادة حزب الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة. وجددت الكتلة البرلمانية للحزب دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع التوقيعات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. في خضم الوضع السياسي المتوتر، أكد اتحاد الشغل التونسي أهمية الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، لكن شرط أن تحترم السيادة الوطنية، داعيا صندوق النقد والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش. كان صندوق النقد حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى البناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرا بين بعض الدول العربية وإسرائيل. وقال أبو الغيط خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلام في الشرق الأوسط إن تسوية القضية الفلسطينية سيفتح بابا غير مسبوق للرخاء والاستقرار. ومن أسف أن هذه القضية التي قد تفتح تسويتها بابا غير مسبوق للرخاء والاستقرار الحقيقي والمستدام لكافة شعوب المنطقة. هذه القضية المحورية عانت خلال الأعوام المنقضية إما من التجاهل والتناسي المتعمد أو من تطبيق لنهج خاطئ وخطير ومتهور لمعالجتها، نهج ينظر إلى قضية بالغة التعقيد والتشعب بعين واحدة ووجهة نظر واحدة، فيرى الحقوق من زاوية طرف بعينه
وكأن الطرف الآخر الواقع تحت الاحتلال ليس موجودا، أو كأن المطلوب منه هو مجرد التماشي مع ما يفرض. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الوضع الراهن على الأرض والإجراءات الأحادية غير القانونية التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال هي الأسباب المعيقة في تحقيق السلام. دعا المالكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إلى إنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان. إن العد التنازلي لحل الدولتين جار. يقول البعض إن الوقت قد نفد، وأنه لمن مسؤولياتنا المشتركة أن ننقذ حل الدولتين في ظل حدود ما قبل 67 قبل فوات الأوان. يتساءل البعض، إذا ما كان الوقت سانحا للسلام ولكن الأسباب التي تبين صعوبة تحقيق السلام بما في ذلك الوضع في الميدان والريبة والأعمال غير القانونية الأحادية يفترض بها أن تدفع بالمشاركة الدولية لا أن تقللها، لا سيما وأن جميعنا متفق للقول إن الوقت كاد ينفد. وقد عبر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأوروبي لعملية السلام بمقر الأمانة العامة للجامعة. تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسار المستقبلي لعملية السلام في ضوء تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، وشدد أبو الغيط على أهمية أن يطلع الجانب الأوروبي بدور أكثر فاعلية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون موقف لبنان الداعي إلى استئناف اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل. وخلال استقبال الرئيس اللبناني سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوثي شيا، أكد عون حرص بلاده على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية قيامها بحملة تفتيش واسعة عن العتاد والأسلحة غير المرخصة في العاصمة بغداد. وقالت مديرية الاستخبارات العراقية في بيان إن قواتها قامت بهذه الحملة من التفتيش في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالية بغداد، وذلك في إطار مهامها لبسط الأمن والاستقرار. أضاف البيان أنه خلال الحملة تم ضبط عدد من الأسلحة الآلية والصوتية وقنابل يدوية، مضيفا أنه جرى التعامل مع هذه الأسلحة وفق السياقات المعمول بها. بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاوراته مع قادة الأحزاب الإيطالية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. كانت الرئاسة الإيطالية أعلنت في وقت سابق قبول استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مسعى لتكوين حكومة جديدة تحظى بالأغلبية. خلفت عملية طعن جرت بمحطة قطارات فرانكفورت الألمانية عددا من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية. وقال مراسل أكسترا نيوز إن رجلا هاجم وجرح أشخاصا عدة بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت، وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، تم إغلاق الطرق وألقت القبض على الجاني. وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة على تويتر إنه تم القبض على منفذ العملية، أنه يجرى التحقيق لمعرفة ملبسات الجريمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر على الجمهور حاليا. قالت الرئاسة الفرنسية إن على إيران احترام الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وشدد مستشار في قصر الإليزي على ضرورة أن تتوقف طهران عن أي استفزاز والعودة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه.
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي في 21 من فبراير المقبل إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وإلغاء العقوبات. وتابع ربيعي أنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي. وهددت إيران بوقف عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية في إطار الضغط على واشنطن لرفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في منطقة الخليج والتسوية في أفغانستان والوضع في ناغورني كاراباخ. وأكد وزير الخارجية الروسي خلال استقباله لنظيره الإيراني في موسكو رغبة موسكو وطهران في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. وقد أعلنا غير مرة أن جميع اللاعبين والمشاركين في هذه الاتفاقية الإيرانية النووية يجب أن يعود إلى الالتزام بتعهداتهم دون ما استثناء. وفي حالة التوصل إلى هذه النتيجة فبطبيعة الحال العلاقات الإيرانية الروسية ستربح في هذه اللحظة. وللأسف الشديد تحافظ بعض العقوبات والقيود علينا من قبل الدول الغربية. قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن العلاقات بين إيران وروسيا تستدعي التواصل بين البلدين بشكل دائم ولا ينبغي لجائحة كورونا أن توقف هذا التواصل. أضاف ظريف أن موسكو وطهران اتفقتا على ضرورة إحلال السلام في جنوب القوقاز والخليج وكافة أنحاء العالم. ونحن نرحب بموقف روسيا في هذا المسار وبمشاركة مارتن غريفيتس. أيضا تبحثنا حول هذه الأمور غير مرة لإجلاس مختلف الأطراف اليمانية إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار وإراقة الدماء. وبشكل عام منطقتنا والتعاون بين روسيا وإيران ومجهوداتنا ترمي إلى استتباب الوضع وإحلال السلام في جنوب القوقاز وفي منطقة الخليج وفي مختلف أنحاء العالم. ونحن نتشوف إلى المضي قدما فيما بعد، وأيضا نتعاون بشكل وثيق في المجال المعلوماتي الإلكتروني. ونحن ننتظر التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة. تواصل أجهزة الأمن الأمريكية تحقيقاتها في وقائع اقتحام مبنى الكونغرس والتي جرت في السادس من الشهر الجاري. ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي يقومون باستجواب من تم إلقاء القبض عليهم في الأحداث. وكشفت عن أن عدد المعتقلين بلغ حتى الآن 100، فيما لا تزال الملاحقات الأمنية جارية لاعتقال كل من تورط في الأحداث. وأشارت التقارير إلى أن من بين من يتم التحقيق معهم عناصر تنتمي للشرطة الأمريكية وآخرون من العسكريين السابقين والحاليين. أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الآلاف من جنود الحرس الوطني الذين تم نشرهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن سيبقون في مواقعهم حتى منتصف شهر مارس المقبل. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع جون ويتلي إنه ومسؤولين آخرين جرى إطلاعهم على مخاطر محتملة في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، ولم يقدم معلومات محددة حول هذه التهديدات التي أكد أنها جاءت من مكتب التحقيقات الفيدرالي. أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية. وصوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتا مقابل 3. ويعد بلينكن من المقربين لبايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات عدة أحدثها لدى تولي دور مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
سلم مجلس النواب الأمريكي لائحة الاتهام التي واجهها الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وذلك من أجل محاكمته في اتهامات بالتحريض على اقتحام الكونغرس. وقام الادعاء العام بمجلس النواب بتسليم اللائحة يدويا داخل مقر الكابيتول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. قال الكرملين إن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية قبل انتهاء العمل بها الشهر المقبل. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن تمديد المعاهدة سيكون في صالح البلدين وسيفيد العالم، وتقيد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها. قال خفر السواحل في إندونيسيا إن ناقلتي النفط اللتين ترفع إحداهما علم إيران والأخرى علم بنما، واللتين ضبطتهما السلطات الإندونيسية للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع. قال إنهما في طريقهما للرسو بجزيرة باتام في إقليم جزر رياو لإجراء مزيد من التحقيقات. وضبطت الناقلتان العملاقتان ويعمل عليهما طاقمان من رعايا إيران والصين يوم الأحد في المياه الإندونيسية قرب جزيرة كالمانتان. الناقلة ام تي هورس مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، بينما تدير الناقلة ام تي فيريا شركة شانغهاي فيوتشر لإدارة السفن. وقال حرس السواحل الإندونيسي إن سفينتين ضبطتا أثناء قيامهما بنقل النفط، وأنه كان هناك تسرب نفطي حول الناقلة المستقبلة للنفط. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخرون جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإعصار تسبب في أضرار مادية جسيمة، لافتة إلى أنه ما زال هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكة الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليا. وقد وجه السيسي بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية والتي تتضمن إضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة السادس من أكتوبر إلى أسوان ومن الغردقة
على الأقصر بإجمالي طول حوالي 1795 كيلومتر. كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقنات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية. أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح طبية جديدة لعلاج مرضى فيروس كورونا. قالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إن المرضى الذين يعالجون في البيت يجب أن يستخدموا مقياساً لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، كما أوصت باستخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر لمنع تكون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية. ركح صندوق النقد الدولي حدوث خسائر أو خسارة تقدر ب 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020 و2025 بسبب وباء كورونا. كما توقع الصندوق في الوقت ذاته انتعاش النمو العالمي بنسبة 5.5% في 2021 وسط تفاؤل إزاء لقاحات كورونا. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد ياسين أستاذ الاقتصاد السياسي. مرحبا بك دكتور ياسين معنا في هذه النشرة. يعني حين يرجح صندوق النقد الدولي هذا الحجم الكبير من الخسارة 22 تريليون دولار على مدار 5 سنوات، يعني هل يمكن أن نفهم أي القطاعات أكثر تعرضا لهذه الخسارة؟ أي الدول أو القارات ربما والمناطق التي تتعرض أكثر من غيرها لهذه الخسارة؟ يعني بشكل مباشر لتحليل ما جاء به تقرير صندوق النقد الدولي، مثل هذا المبلغ أو الرقم الهائل للخسائر الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يعني قد يكون هذا الرقم بالرغم من كبره وضخامته قد يكون يعني ليس لديه القدرة ليعكس حجم الخسائر الكبيرة جدا التي سوف يمنى بها الاقتصاد العالمي على مر السنوات المقبلة، خاصة وأن هذا الرقم لا يعكس مصداقية يعني كيفية بعض الدول خاصة الدول النامية التي سوف تواجه خسائر هي أكبر بكثير من هذا الرقم، انطلاقا من التبعات الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وكذلك أيضا عدم تمكن هذه الدول الفقيرة من الحصول على اللقاحات اللازمة إسوة بالدول المتقدمة اقتصاديا. لذلك يمكن القول واقعيا بأن بالرغم من هول هذا الرقم الذي ذكرتيه والمتضمن في تقرير صندوق النقد الدولي، يعني الخسائر سوف تكون أكبر بكثير خاصة بالنسبة للدول الفقيرة. بالنسبة لأهم القطاعات الاقتصادية التي سوف تتلقى الضربة الأكبر انطلاقا من هذه التبعات الاقتصادية الخطيرة، بالتأكيد قطاع السياحة والسفر، قطاع الهوسبيتاليتيز، قطاع الخدمات، مثل هذه القطاعات التي يعني هي بالتأكيد إلى الآن تواجه القسط الأكبر من الأوجاع الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وبالرغم من أن هناك يعني لمحة أمل مرتبطة باللقاحات التي تم إعطاؤها خاصة هنا في بريطانيا، إذ أن التجربة البريطانية أخيرا المرتبطة
بإعطاء لقاح المضاد لفيروس كورونا تعتبر تجربة رائدة، يعني تمكنت بريطانيا أخيرا من تحقيق قفزة إيجابية بالتعامل مع هذا الفيروس مقارنة مع مراحل الفشل التي تخبطت بها منذ بداية انتشار هذا الفيروس إلى الآن. ولكن دكتور ياسين عذرا للمقاطعة، لكن ينعقد الآن مؤتمر دافوس افتراضيا بسبب وباء كورونا، معظم يعني المداخلات في هذا المؤتمر تتحدث بكل تأكيد على تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها كما لو كانت تقدم نصيحة للجميع باستثناء ذاتها، يعني أنه المهم الآن هو التكامل فيما بين الدول والتعاون لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. هل هذه الدول صادقة فعلا فيما يتعلق بالتعاون لمواجهة الآثار الاقتصادية للفيروس، أم أنه هذه الأزمة هذه الجائحة أوضحت إلى أي مدى يمكن أن تذهب كل دولة في الحمائية في الانكفاء على الذات للخروج بأقل الأضرار في ظل هذه الأزمة؟ يعني هذا الكلام بالتأكيد هو كلام روتريك، هو كلام نظري لا يمكن تطبيقه ولا يعكس مصداقية، وكذلك أيضا لا يعكس الإرادة التي هي غير موجودة من قبل الدول المتقدمة ومن قبل الجهات التي طالبت بمثل هذه المطالب. فيروس كورونا ينعكس بتبعات اقتصادية خطيرة جدا، وشهدنا يعني خطوات منفردة من قبل الدول المتقدمة اقتصاديا للتعامل مع مثل هذه التبعات الخطيرة. حتى الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن أو يعني يضم تحت مظلته مشروع اقتصادي متكامل أو من المنتظر أو من المتوقع أن يكون متكاملا، حتى الاتحاد الأوروبي ليس لديه مثل هذه السياسة أو الاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع التبعات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا بالنسبة للدول الأعضاء. هناك تبعات خطيرة جدا، وهذه الدول تتعامل معها بشكل انفرادي، وسوف تستمر بالتعامل مع هذه التبعات بشكل انفرادي انطلاقا من خطورتها وانطلاقا كذلك أيضا من التوقعات السلبية التي سوف تمتد على مر السنوات المقبلة. وهنا نقطة أساسية يجب توضيحها، أن مثل هذه التبعات الاقتصادية الخطيرة سوف تفرض واقعا اقتصاديا غير مسبوق بالنسبة حتى للدول المتقدمة، انطلاقا من ارتفاع مستوى المديونية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذه الدول. حاليا في بريطانيا مستوى المديونية يتجاوز 100% من الناتج الإجمالي المحلي، والحكومة البريطانية ما زالت مستمرة في دعم الوظائف، في يعني دفع مرتبات الموظفين حتى نهاية شهر أبريل نيسان المقبل. لذلك مستوى المديونية هنا في بريطانيا من المتوقع له أن يزداد بشكل مضطرد. كذلك أيضا مثال آخر، أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي، يعني مستوى المديونية سوف يصل إلى مستوى لم يكن من المتوقع أو من المفكر به، أن الديون الأمريكية سوف تصل إلى هذا المستوى. ومستوى المديونية المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعكس بتبعات اقتصادية خطيرة جدا قد تغير معالم النظام المالي العالمي ككل. لأن مستوى المديونية المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر واقعيا واقتصاديا هو العدو الأكبر والمباشر لاستمرارية الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار على الاحتياط النقد العالمي. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد ياسين أستاذ الاقتصاد السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من لندن. ورضنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال. وقد وجه الرئيس بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير
إدارة ميناء الإسكندرية ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية. كما أكد الرئيس السيسي أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد، بدءا من مراحل الاتفاق والتعاقد ووصولا إلى الخطوات التنفيذية. من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سي ام اي الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر، مؤكدا تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، وموضحا اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك في إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 147,254 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25,293,000 وأكثر من 200 حالة. أوضحت الجامعة أنه تم تسجيل 1,758 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 420,972 حالة. أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 41,418,325 جرعة لقاح على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 22,734,243 جرعة على الأقل للمواطنين. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك الزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك ياسر. وجماعة جونز هوبكنز الأمريكية تعلن عن أرقام ما زالت كبيرة للغاية في معدل الإصابات والوفيات بالولايات المتحدة، على الرغم من أنه تم إعطاء 22,734,243 جرعة على الأقل للمواطنين. إذن يعني هذا يعني اللقاح الذي تم إعطاؤه إلى الآن إلى كل هذه الملايين لم يساهم يعني في تخفيف الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة. في البداية أحب أن أرحب وأسعد دائما شادي أن أكون معك وبالطبع مع السادة المشاهدين. كما تفضلت فعلا الأعداد في زيادة سواء من الإصابات أو الوفيات، ولكن أيضا هناك كان هناك إحصائية بالأمس قالت بأن الأسبوع المنتهي في 24 من يناير الجاري كان أقل بنسبة حوالي 22% منه عن الأسبوع الذي يسبقه، يعني كانت الإصابة في الأسبوع المنصرم كانت حوالي 1,200,000 إصابة، والأسبوع الذي يسبقه كانت 1,500,000 إصابة. ولكن بشكل عام شديد كما تفضلت ما زال هذا التحدي الكبير وجائحة كورونا، وما يترتب عليها هو تحدي بالفعل كبير للإدارة الحالية، إدارة الرئيس جو بايدن. هذا ما دعاه بالأمس شادي بأن يقول بأنه على وعده مع الشعب الأمريكي، وأنه قد زاد من
الجرعات المفترض أنها تقدم للمواطنين بمليون ونصف المليون في اليوم الواحد. كان هذا ما تم من خلال أنه قد وجهت إليه ومساعدي الانتقادات الكبيرة بأنه كيف سيحقق للشعب الأمريكي 100 مليون جرعة في 100 يوم. زاد الرجل من هذا العدد ليكون مليون ونصف المليون في العام في اليوم الواحد، وهذا يعني ما سبب ارتياحا في الشارع الأمريكي. ووعد أيضا بالتعاون الكبير الذي اشتكى منه الكثير من الولايات الكثيرة في عدم التعاون مع الحكومة الفيدرالية. قال بأنه سوف يزود المستشفيات والمجمعات بالكثير من المستلزمات واللقاحات والمستلزمات الطبية. كذلك أيضا شادي من ناحية أخرى مسألة في غاية الأهمية، وهي المسألة التي تطرق إليها فاوتشي وهو أحد كبار المسؤولين في هنا في الأمراض المعدية وأحد الكوادر الكبيرة هنا في الولايات المتحدة والتي اعتمد عليها منذ سنوات طويلة مع الرؤساء السابقين. وقال الرجل بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأشعر الآن أنني أتحدث عن ملف كورونا بحرية كبيرة عما سبق، ويشير عن العلاقة الهزيلة التي كانت بينه وبين الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته. المتحور الجديد شادي في القادم من بريطانيا امتد إلى 22 ولاية أمريكية. كان منذ الأمس كان فقط 20 ولاية، تطرق الأمر وانتشر إلى 22 ولاية أمريكية بواقع حوالي 195 حالة تم رصدها من جميع هذه الولايات. الولايات الأمريكية التي انتشر فيها هذا الفيروس، وأيضا هناك ولاية مينيسوتا وهي الولاية الأولى التي ينتشر فيها أو تسجل فيها أول حالة للمتغير الجديد لكوفيد 19 من البرازيل. هذا المتحور الجديد الذي تقول هنا منظمة الغذاء والدواء بأنه سريع الانتشار بشكل كبير، ظهر للمرة الأولى بالأمس في ولاية مينيسوتا، وأن الرجل الحامل لهذا الفيروس كان قادما من البرازيل. ولكن هذه الأمور جميعها هناك يقول المتابعين هنا ويقول الأجهزة الطبية والمسؤولون بأن الأمر سوف يتحسن قليلا في الشهور القليلة القادمة. وأيضا كما قال بايدن ووعد جميع الشعب الأمريكي بأن الأمور سوف تصل إلى منتصف أو نهاية هذا الصيف بالتحسن الكبير وتغطية ما يقرب من 70% من الشعب الأمريكي، وهو الغاية المطلوبة المبدئية لتتم السيطرة على هذه الجائحة، وهي يعني شكل سوف ينقذ الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من كساد اقتصادي كبير لم يشهد له من قبل. أيضا شادي أحب أن أوضح بأن المساعدات التي أقرها الرئيس جو بايدن وهي حوالي $1,400 أمريكي ينتظرها أيضا المواطن الأمريكي بفارغ الصبر لتساعده في يعني صعوبات الحياة، حيث أن هناك الكثير من المواطنين قد فقدوا العمل بشكل كبير منذ أشهر كثيرة. هذه الأموال شادي تصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، سوف أيضا توزع على المستشفيات وتوزع أيضا على المراكز الطبية لمجابهة هذه الجائحة، والتي يأمل الكثيرين بانتهائها أو حتى الخروج من هذا المأزق الكبير الذي ضاق كثيرا على الشعب الأمريكي بنهاية هذا الصيف إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. كنت معنا ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك. إلى ألمانيا التي أعلن وزير داخليتها أن بلاده تعتزم تقليص الحركة الجوية التجارية الدولية إلى أراضيها إلى الصفر تقريبا في مواجهة الانتشار المستمر لفيروس كورونا. يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه تم تسجيل ما يقرب من 6400 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
عبر الهاتف ينضم إلينا من برلين السيد إبراهيم كابان الكاتب الصحفي. مرحبا بك السيد كابان. هل بهذا القرار الذي أعلنته ألمانيا من الممكن أن تتأثر سلسلة الإمدادات التي تحتاجها ألمانيا في هذا التوقيت؟ وهل من الممكن أن تصل إلى أو تمتد إلى غلق كامل للحدود؟ لكم ولمشاهدي أوركسترا نيوز، بالتأكيد أن هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية، يعني هي التي المتعلقة بالسفر، خاصة أن السفر هو أصبحت البوابة الأساسية لتنقل هذا المرض بالنسبة لألمانيا، التي أساسا تنفذ إجراءات شديدة جدا، يعني سواء في المدارس أو إغلاق كامل الأسواق داخل ألمانيا، تقريبا إغلاق الحدود مع دول الجوار. هذه الإجراءات بحاجة أيضا إلى إجراءات أخرى وهو إجراءات سفر، يعني وخاصة أعياد الميلاد شهدت سفر عدد كبير جدا من الألمان إلى جزر المالديف وأيضا إلى جزر الكناري وغيرها، وهي إحدى الوسائل التي ينقل أو تنتقل من خلالها المرض وإعادة المرض أو إعادة الجائحة إلى داخل ألمانيا، وخاصة هذه الإجراءات المطبقة داخل ألمانيا والتي حدث عنها سيدة ميركل أيضا في اجتماع يوم أمس، يعني بشكل واضح قبل أمس تحدثت عنها، إن هذه الإجراءات إذا لم تقابلها إغلاق للسفر الخارجي فإذا هذه الإجراءات لن تأتي بالفائدة على يعني ما تقوم فيه ألمانيا. هذه الإجراءات طبيعة الحال تؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الألماني، وإذا استمر السفر إلى خارج ألمانيا وخاصة هناك بعض الدول هناك فيها جائحة شديدة جدا، إذا انتقلت من خلال السفر كل الإجراءات التي تقوم فيها ألمانيا لن تفيد في الشهور القادمة، وخاصة هناك يعني حديث حول إطالة عمر هذه الإجراءات داخل ألمانيا، كان الحديث حول المسألة في 15 شباط، لكن الواقع هو أنها ستطول أيضا إلى شهر الثالث وربما الرابع. لهذا من المفترض أن تكون هناك إجراءات في توقيت السفر بشكل مطلق حتى يكون هناك السيطرة كاملة على. يبدو أنه أيضا يعني هناك مشاكل ستواجهها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالكمية المطلوبة من جرعات اللقاحات المختلفة. الاتحاد الأوروبي يعني يتخوف من نقص الكميات المطلوبة ألا تلبي شركات الأدوية إنتاج الكميات المطلوبة. هل من إجراءات متخذة في ألمانيا للسيطرة على هذا الوضع، أم أنه ألمانيا بما أنها يعني بلد بايونتك الشركة المساهمة في تطوير علاج مع فايزر لن تعاني هذه المشكلة؟ هو يعني بالتأكيد إذا كانت الجائحة يعني انتشرت بشكل طفرة جديدة جدا انتشرت في ألمانيا لن تلحق إجراءات اللقاح أيضا، يعني هناك إجراءات متخذة لتلقيح العدد المحدد بشكل يومي في ألمانيا. إذا كانت هناك الطفرة الثانية وأصبحت هناك يعني كان أيام قليلة كان هناك في اليوم في 24 ساعة تصل 10,000 مصاب بكورونا، إذا هذه الطفرة الجديدة يجب أن تقابلها أيضا توزيع اللقاح بشكل مباشر. لهذا الخوف هو أن تكون هناك إصابة يومية قوية جدا كبيرة جدا في ألمانيا يقابلها عدد قليل من اللقاحات، وهذه الخشية التي إنذار الذي أطلقها سيدة ميركل قبل يومين في الاجتماع للولايات حذرت فيها المثل وحتى تحدثت بشكل قاسي جدا. يجب تطبيق الإجراءات الجوية والبرية بشكل أسرع لأن هناك هذه الإشكالية، إذا استمرت هذه الإشكالية إذا استمر السفر إلى الخارج إذا استمر الألمان في يعني الخروج إلى الشارع سيكون هناك إشكالية ولن يلحق تلحق الحكومة الألمانية وجهات الصحة في تلبية احتياجات اللقاح داخل ألمانيا مقابل الانتشار الكثيف للمرض. سيد إبراهيم كابان أشكرك شكرا جزيلا، حدثتنا من برلين. والآن وقفة مع أخبار الرياضة والبداية من بطولة العالم لكرة اليد. اسمحوا لي ارحب بكم جميعا في اكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رساله تؤكد من خلالها ان العالم اصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحه كورونا.
المتحدث الرسمي للجنة الطبية لمونديال اليد مصر 2021 أنه تم تقديم الخدمة الطبية ل 97 فرد من الوفود المشاركة خلال فعاليات مباريات أمس الاثنين، مؤكدا أن جميعهم بحالة صحية جيدة. وأشار خالد مجاهد إلى أنه تم إجراء 1283 تحليل PCR لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية حرصا على صحتهم. تواصل وزارة الصحة جهودها المستمرة التي تقوم بها للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار. في ختام هذه النشرة نذكر حضراتكم بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز هو 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا جزيلا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.